اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا. النهارده هنعمل وصفتين طلبوا. الاول حاجه البسيمه وتاني حاجه الحجازيه. مقادير البسيمه معايا 2 كوباية وربع جوز الهند، نص كوبايه سكر، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه سميد بسبوسه، نص كوبايه سمنه، ومعايا نص كوبايه ميه، وهنا ميه ورد او ميه زهر. هي ميه الزهر اتقل من ميه الورد، فهنحط ميه زهر وفانيليا. وهنا دي عشان انا عاملاها صيامي، فبدلت اللبن بمبيض القهوه دوب اللي هو الباودر ده، دوبته وبقى بالشكل ده. خلاص هنروح بقى نحط كل المكونات دي كلها في العجان على بعض. ناخد كده ونجيب، هنحط 2 كوباية وربع جوز الهند. لو مش صيامي هنبدل اللي هو المبيض القهوة دوت اللي هو الباودر بربع كوباية لبن عادي. هنا 1/4 كوباية سميد بسبوسة، نص كوباية سكر، نص كوباية دقيق كده، ونص كوباية سمنة كده اهو، ودي سمنة نباتي عشان دي صيامي. وهنا 1/4 كوباية معلش، 1/4 كوباية وفانيليا، وهنا مية الورد أو مية الزهر زي ما تحب كده اهو. نحط دول بس في الحوض، ومعايا 1/4 كوباية مية هجيبها. هعايرها بالمكيال بقى، بس هقلب دول الأول. هنقلب دول كويس مع بعض. بس الجوانب كده الطريقه دي، طريقتها سهله جدا مفيهاش حاجه كده. نقلبها تاني، وممكن تقلبيها على ايدك مفيش مشكله. الطريقه دي كده خلاص. شفتوا سهله ازاي بقى؟ ممكن تقلبيها بايدك ما فيهاش مشكله. حط ده نجيبها كده، نجيب الصينيه وعليها بقى ورقه الزبده اهي كده اهو بالطريقه دي. نروح حاطين الكمية بتاعت البسيمة. طريقتها سهلة جدا وسريعة وفي نفس الوقت حلوة، تنفع صيامي وتنفع في العادي برضو اللي مش صايمين كده. كده هوت نلم ده كده، نحط بقى ده كله يعني الكمية كلها عشان نفردها على الايه في الصينية. ريحتها حلوه جدا، جوز الهند عامله ريحه حلوه قوي في العجينه، وسميد البسبوسه كمان معاها. الطريقه دي نحط ده بقى في الحوض. نفرده بقى كده، هي الكميه دي بتاخد صينيه قد دي كده. ممكن عشان ورقه الزبده ما تتحركش ندهنها بالسمنة. انا حاطه ورقه زبده علشان لما اجي اطلعها ما تضايقنيش وانا بطلعها، تطلع على طول كده.
هنفرد كده كويس الطريقة دي كده. يبقى نفتكر بقى وانا بفرد مقادير البسيمة تاني، عندي 2 1/4 كوباية جوز الهند، عندي 1/2 كوباية سكر، عندي 1/2 كوباية دقيق، عندي ايه تاني، عندي 1/4 كوباية لبن و1/4 كوباية مية، وعندي مية ورد، معلقة مية ورد او مية زهر وفانيليا، خلاص كده اهوت، وعندي 1/2 كوباية سمنة سايحة كده اهوت. خلاص كده نفردها هنا كده كويس، انا عايزاها ايه تبقى مفروضة عشان ما تطلعش حتة وحتة بالطريقة دي، وتنفع صيامي وتنفع ك حلويات عادية مش صيامي كده اهوت. نفردها برضو كده شوية، وسميد البسبوسة خلاص، انا قلت ايه 1/2 كوباية سميد بسبوسة اساسي يعني كده بالطريقة دي. طبعا بتخش على درجة 180، بتاخد لها في حدود هنقول 1/2 ساعة، وحسب برضو الفرن بتاعك، اهم حاجة انها تحمر وخلاص كده كده تبقى خلصت. بس احنا دي ما بنعملهاش، ممكن نعمل لها عسل بس بيبقى خفيف شويه زي عسل البسبوسه كده، بيبقى 1/2 كوباية مية عليه 1/2 سكر، وبنحط فانيليا، وبنحط 1/2 ليمونه في الاخر، اول ما يغلي العسل بنحط 1/2 ليمونه وفانيليا، مش اكتر من كده. بس مش بنسقيها عسل جامد لان هي اساسا فيها سكر. بالطريقه دي انا هدخلها الفرن، احط بس دي كده على درجه 180 خلاص. دي انا بقى محضراها من قبل بالطريقة دي، حابة تقطعيها بالمنظر ده قبل ما تدخليها تقطعيها، مش حابة مفيش مشكلة، بعد ما بتطلع تقطعيها، ونروح حاطين عليها شوية عسل خفيف كده بالشكل ده. هي اساسا عشان فيها سكر فانا مش هغرقها عسل، بس نحط كده بالطريقة دي بس، طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة بس كده، مش هنحط عليها حاجة ازيد من ده كده. يبقى كده احنا عملنا البسيمة. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل بقية وصفاتنا. فاصل ونرجع لكم.